السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم اللي هي الوصفة السابعة من سلسلة تغذية الرضيع. في الحقيقة اليوم غادي نديرلو السميدة بالتفاح. ممكن نطيبو غير السميدة بوحدها ونطحنوها ولا نديرو معاها تفاح. فبالنسبة لهذه الوصفة انا كيكون بعض المرات ملي تيفيق ليا بكري، يعني نورمالمون كنرضعو كيرجع ينعس حتى ل 12 بموجود له الصبة، ولكن بعض المرات حيت هو ماشي روبو يعني تيقدر يفيق وماشي دايما نفس البروغرام. فملي تيفيق ليا في ديك العشرة فكنوجد له السميدة، كتجيني سهلة وكتكون خفيفة شوية. فهذا نقدر نديرو بديل ديال سيليلاك، يعني سيليلاك منزلي. فكنعطي له هاد الوجبه هادي وكنمشي حتى لديك الجوج او ثلاثه، عاد كنعطي له شوربه بالخضر. فبالنسبه لهنا وصفه سهله، كنديرو اما السميده مع التفاح كيف قلت لكم، او ممكن نديرو غير السميده بوحدها. بالنسبه كنطحنوها ملي تيكون البيبي صغير بزاف، ولكن مع الوقت غادين وحنا تنخليو فيها شويه على حساب الى عنده سنينات، مع الوقت حتى كنخليوها يعني ما كنطحنوهاش، كنبداو نطيبو ونعطولو. فحيت كان بعض المرات كنشوفو اطفال ديال عامين ما تيتقبلوش لينا داك الاكل اللي تياكلو في الدار، يعني ملي تدير الطواجين وتتبي تعطي الخضره من الفوق فما تيتقبلهاش، مولف هذيك الشوربه مطحونه من الاول. فنمشيو تدريجي، حنا كنطحنو ملي تيبدا يطلع السنينات كنخليو شويه ما تنطحنوش، يعني شي طريفات صغار باش كيولي كنعلموه داك المضغ، وفي نفس الوقت كيولي كيولف ملي تيوصل العام كنبداو نعطيوه من الاكل ديالنا، يعني ناخذ له من الطواجين الا درنا ناخذ له الخضره. ومن طبيعه الحال كنراعيو ان كاين معنا رضيع في الدار غادي ياكل، فبالتالي كنبعدو تماما من هذوك المواد المسرطنه بحال هذاك الخرقوم اللي فايت لي هضرت لكم عليه. وما تنقصدش هنا الخرقوم البلدي بطبيعه الحال، كنقصد داك الملون الصناعي اللي كله مواد مسرطنه. وبالنسبه للخرقوم البلدي هذاك راه صحي ومزيان، غير هو بلي نمشيو عند العطار يعني ناخدوه ما مطحونش، يعني ناخدوه على يدينا ناخدوه عاد نطحنوه، ونراعيو حتى المساله ديال الابزار، يعني نراعيو اننا راه معانا رضيع نبقاو نقصو بحال الابزار، يعني يكون شي حاجه قليله او نتفاداو. وحنا غاديين هكا فندير هاد المكونات تسلق ومن بعد نطحنها. نديرو هاد المكونات ديالنا الطيب ومن بعد نتلاقاو باش نطحنهم ان شاء الله. هذا هو السليلاك ديالنا المنزلي بالفواكه، فهو كيجي بحال سيليلاك تماما وحسن في المذاق. فكما قلت لكم ممكن ديروا معاه تفاحه او بعويده، او تقدر ديروها غير سميده بوحدها. الا درتو السميده بوحدها زيدوا مع معلقه ديال الزيت البلديه. بالنسبه للصبه درت له بطاطا حلوه، خيزو، كورجيت والخس وطريف ديال الدجاج، وطيبتها وطحنتها مع معلقة زيت البلدية كيف العادة. هادو هما الوصفات ديال اليوم. لا فيديو ديالي وصلت النهاية ديالها. نتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله وفي لا فيديو جديدة، وبسلام عليكم.